أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد من استوديو قناة الإمام الحسين الفضائية المجاورة والمطلة على حرم سيد الشهداء عليه السلام يأتيكم برنامج هدايه السائل للاجابه على اسئلتكم واستفساراتكم التي تريدنا عبر الاتصال مباشره بهواتف البرنامج والظاهره اسفل الشاشه اما رقم الواتساب فهذا للرسائل فقط وليس للاتصال فقط للرسائل رقم الواتساب ونحب أن نعلم المشاهدين الكرام إلى أن كل الأجوبة التي تعرض في هذا البرنامج مطابقة لفتاوى آية الله العظمى المرجع الكبير السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله السؤال الأول الذي اخترناه حتى يكون أه بدايه في هذا الوقت من البرنامج سؤال يقول هل يجوز ان يستدين الرجل وهو يعلم بانه لا يستطيع الوفاء بدينه بالدين؟ الجواب الدين في مفروض السؤال مكروه واذا استلزم غشا او خديعه وما شابه فهو محرم لاجل توضيح الجواب نقول الذي ليس لديه يعني فشيء ممكن ان يسد الدين مثلا زراعه صناعه شيء ممكن ان يعمل ثم ياتي مثلا باموال اخرى يقال له هذا ملي مثلا اذا لديه اموال عند اموال عندنا بالفقه يقال له ملي ملي يعني شنو مليان عند فلوس هذا اذا اقترض أكيدا انه يمكن ان يرجع الذي اقترضه الى شهر الى سته اشهر الى سنه يرجع اللي داينه من فلوس اما اللي ما عنده يعني ما عنده ممكن ان يوفي بهذا الدين بهذه القرضه ما يقدر يوفي لا سنة ولا سنتين ولا عشرة ليش ما عنده عمل ما عنده صنعة ما عنده زراعة ما عنده شيء ممكن يجي من عند المال هذا إذا اقترض كما هو ما كما في الجواب مكروه وإذا غش أو خادع الآخرين وقال لهم أنا عندي يعني بس الآن أريد اقترض وإلا عندي فلوس عندي عمل عندي فتشي ممكن يجيني من عنده أموال وممكن أسدكم بعد شهر بعد شهرين بعد ست أشهر بعد سنة بعد سنتين إذا استلزم غشا أو خديعة راح يكون محرم يعني إذا كذب عليهم وقال أنا عندي عمل هذا الاقتراض أو هذا الدين عمل محرم يكون أما إذا عنده أموال ف... واقترض مع ذلك هذا مكروه زين ممكن هنا اكو يطرح نفسه زين المضطر الى ذلك هذه في حاله الضروره الضرورات تقدر بقدرها الضروره ترفع هذا الكراهيه ترفع المكروه آه. الضرورات تبيح المحظورات آه. ومنها هذا القول بانه مكروه مثلا الاقتراض لهذا الشخص هذا في حاله الاضطرار زين ايضا سؤال اخر لاحد المشاهدين يقول هل يجوز شراء اوراق اليانصيب علما بان قسما من ارباحها يذهب لقضايا انسانيه؟ طبعا الذي يشارك ويشتري اوراق اليانصيب ينبغي عليه ان يتاكد انه فعلا هذه الاموال او الارباح او نتيجه مسابقه اليانصيب تذهب فعلا مثلا للامور الانسانيه، عليه ان يتاكد اولا والا لو كان مثلا مو صحيح هذا الكلام، انه ما تذهب الى امور مثلا انسانيه وانما لجيوب المنتفعين بها راح يكون المشاركه في هذا اليانصيب، المشاركه في هذه المسابقه غير جائزه بل محرمه، نعم اذا كانت فعلا وتاكد من انها تذهب لامور انسانيه. حينئذ يكون جائز ولا اشكال فيه اذا كان فعلا يعني يعطي هذه الاموال بنيه التبرع بنيه انه يعني مو يشتري الورقه شيء مثل البيع والشراء لا يعطي هذه الاموال بنيه التبرع ثم ياخذ الورقه ويدخل في المسابقه لان يعرف انه هذه الأموال التي تجمع بها الصورة هذه تذهب إلى الفقراء تذهب إلى المساكين تذهب إلى ذوي الاحتياجات مثلا الناس اللي يحتاجون الفقراء والمساكين والأيتام وابن السبيل إلى آخره من أصناف المستحقين للصدقة أو للزكاة مثلا زين في هذه الحالة وكما قلنا إذا كان ما متأكد او مثلا يعرف انه هذه مو لاجل امور انسانيه يحرم ولا يجوز شراؤها، شراء هذه الاوراق اليانصيب، الا اذا كانت تابعه مثلا الى جهه ترعى الفقراء، ترعى المساكين، يعني لديها مثلا جمعيه، منظمه، مؤسسه، يعني باي عنوان مثلا وهذه ترعى الفقراء ترعى المساكين ترعى اليتامى اذا كان هكذا يعطي الاموال بنيه التبرع وياخذ الورقه ويدخل المسابقه وهذا جائز ولا اشكال فيه زي. سؤال ايضا من الاسئله التي طرحت على البرنامج يقول صاحب السؤال هل يجوز التقدم لاستلام مساعدات الضمان الاجتماعي؟ هو مخلي مسأله بين قوسين يقول مساعدات ماليه شهريه لأسرتي لاستلام مساعدات الضمان الاجتماعي لأسرتي حيث أني أب لخمسه أولاد وعندي راتب تقاعدي من الدوله. ولكن لا يكفي هذا الراتب لسد احتياجات الاولاد من سكن وكهرباء وما والى اخره، ماكل، ملبس، بلي ولوازم مدرسيه الى اخره. هذا السؤال يجوز لي يقول هل يجوز التقدم لاستلام مساعدات الضمان الاجتماعي؟ الجواب اذا كان ذلك في ضمن موازين الاستحقاق يعني المقصود بها انه انت واحد من ذن العناوين مسكين فقير مثلا حينئذ يجوز لك انه تأخذ هذه المساعدات اما مو مو من ضمن اه يعني هذه العناوين فقير او مسكين حينئذ غير جائز طبعا هناك عناوين اخرى غير الفقير والمسكين ممكن ان تنطبق عليه مثل العاملون عليها يعني هذا اللي يجمع صدقات ويجمع تبرعات من الناس ويعطيها مثلا إلى الحاكم الشرعي أو مثلا إلى مؤسسة دينية مجازة من قبل الحاكم الشرعي ذولا يوزعوها أيضا على الفقراء هذا أيضا إلى حصة من عذا لأنه من ضمن المستحقين العاملون عليها كذلك حصة في سبيل الله كذلك حصة الغارمون ثمان حصص توجد أه بعضها مت يعني متحقق هذا الاستحقاق وموجود الآن في زماننا هذا بين الناس وبعضها لا معطل إذا كان في ضمن موازين الاستحقاق جاز له أخذ أه المال أو مساعدات الضمان الاجتماعي كما ذكر في السؤال ولديه سؤال آخر يقول فيه هل يجوز التصرف في حق السادة من الخمس السنوي في صرفها على فقراء المسلمين الشيعة في الهند حيث, حيث أني أسافر إلى الهند وألاحظ عدد كبير من فقراء ومرضى ومحتاجين وهم من الشيعة في هذا البلد أم يجب إعطاؤها إلى الوكيل يعني وكيل المرجع اللي هو يقلده مثلا الجواب هنا ينبغي استئذان المرجع حتى وإن مثلا يأخذ هذا الإذن من الوكيل للمرجع في البلد اللي أنت السكنة نجح. سؤال آخر أيضا يقول صاحب السؤال في الغسل الترتيبي عند غسل الجزء الايمن والايسر هل يتم الخروج من الدوش مثلا اذا كان الغسل بواسطه الدوش، دوش اله تنزل الماء يعني هي مثل الحنفيه ولكن عاليه شويه تنزل الماء لكن مو بصوره يعني مثل الحنفيه مثلا بصوره سيل لا متقطع وكل الناس تعرف شنو معنى دوش ما يحتاج إلى أن أفصل إلى معنى هذا أمر معروف عند العرف أي واحد تقول له شنو دوش ينفهم وينعرف عنده هسا إذا كان يغسل غسل الجنابة تحت الدوش صاحب السؤال يقول هل يتم الخروج من الدوش بعد غسل كل جزء أم فقط حين غسل الرأس والرقبة هذا السؤال عنده وهل يجوز تأخير الصلاة لحين تأكد الطهارة من الحيض؟ هذا سؤال ثاني علما بلي علما تقول هي صاحبة السؤال انه اجرت الفحص وخرجت القطنة متسخة فهل يجب علي قضاء الصلاة وقد مضى وقتها؟ وقتها كما هي حددتها 37 دقيقة الجواب لا يجب الخروج من الدوش في أثناء الغسل يعني حتى لو واحد مثلا غسل الرأس والرقبة وهو بعد تحت الدوش غسل الجانب الأيمن وهو بعد أيضا تحت الدوش غسل الجانب الأيسر عند السيد مو واجب أنه يطلع خارج الدوش ثم يرجع مرة ثانية تحت الدوش مو واجب عليه إذا غسل هذه المواضع في البدن رأس ورقبة جزء أيمن، جزء أيسر مع التخليل هذا كافي ويعتبر فيه الترتيب. نعم عند غير السيد الظاهر أنه أنه لازم أو واجب أنه يطلع خارج الدوش ثم يرجع حتى في تتحقق معها الترتيب. هسا يتحقق الترتيب سواء كان يطلع ويدخل تحت الدوش او هو باقي تحت الدوش ولكن يغسل بالترتيب يغسل الراس ثم الرقبه ثم الجانب الايمن ثم الجانب الايسار اما السؤال الثاني في مساله هل يجوز تاخير الصلاه لحين تاكد الطهاره من الحيض وهل يجب علي عليها القضاء وقد مضى وقت 37 دقيقه الجواب اذا كان ذلك في ضمن الوقت الشرعي للصلاه يجوز الوقت الشرعي للصلاه شنو حتى تتوضح الجواب احنا عندنا للصلوات لها مواقيت مثلا على سبيل المثال صلاه الصبح من حين ظهور الفجر الصادق الى طلوع الشمس هذا الوقت كله لربما هو في بعض الفصول نص ساعة وفي بعض الفصول ساعة وربما ساعة ونص إلى أن تطلع يطلع قرص الشمس كل هذا الوقت هو محل أداء صلاة الصبح يريد في أول الوقت يريد يأخره بعد مثلا فد ربع ساعة يريد قبل لا تطلع الشمس مثلا بربع ساعة أو بعشر دقائق هذا كل الوقت يعتبر وقت أداء نضرب مثال أكثر وضوحا صلاة الظهر والعصر صلاة الظهر والعصر تجب حين الزوال يعني زوال الشمس عن التعامد اللي هو ساعة 12 الظهر عادة يعني لربما يصير قبل 12 لربما يصير بعد 12 يعني المسألة شوية تتحرك يعني ما بين ال 12 إلى ربع مثلا إلى قريب الوحدة بعض الأحيان في بعض الفصول قريب الوحدة المهم عندنا انه بعد الزوال اذا زالت الشمس وجبت صلاه الظهر زين الى شو وقت انا اصليها اداء وبعد ذلك اذا خرج الوقت اصليها قضاء اذا صار عندي قبل صلاه المغرب بمقدار اداء صلاه الظهر والعصر يعني مثلا اذا انا وفرشت السجادة وأريد أصلي صلاة الظهر والعصر إيش قد عندي وقت ممكن أن أتمم ذن الصلاتين الاثنين حتى ولو مثلا بلا مستحبات خلينا نقول مثلا نفرض فرضية أنه ربع ساعة إذا كان عندي ربع ساعة وشوية أكثر من عدها وبعد ذلك يدخل وقت المغرب أنا أصلي الظهر والعصر أداء إذا هذا الوقت كله اما اذا اقل الوقت عن الربع ساعه ايش قد بقى؟ بقى صلاه العصر فاصلي صلاه العصر اداء والظهر بعدها يكون قضاء ليش؟ لان اجى دخل الوقت الثاني اما لا ما عندي وقت حتى لتكبيره الاحرام من صلاه العصر مثلا ماكو ما يعني بس اكبر لربما ياذن اذان المغرب في هذه الحاله دخل الوقت الثاني اللي هو وقت المغرب والعشاء وراح الوقت مال الظهر والعصر فأصلي بعد ذلك صلاة الظهر والعصر قضاء أما مرور سبعة وثلاثين دقيقة هذا هذا شنو هذا مو قضاء صلاة كلها أداء هذا الوقت سبعة وثلاثين دقيقة عن الزوال هذا راح الوقت الفضيلة اللي هي يسموها فضيلة أول الوقت أما كل هذا الوقت من ساعة 12 لحد المغرب وقبل المغرب بربع ساعة أو أكثر شوية هذا كله وقت أداء لصلاة الظهر والعصر أعتقد هذا الشرح كافي ووافي ليتبين الأخت الكريمة صاحبة السؤال أنه إذا فحصت وشافت أنه ما عدا حيث طهرت كتت من الطهاره فاذا بهذا الوقت تصلي صلاه الظهر اداء وليس قضاء الا اذا تعدى الى وقت المغرب حين ذاك وما صلت صلاه الظهر والعصر حين ذاك نقول ان صلاتها ما للظهر والعصر قضاء عندنا اسئله الواتساب الاخ كاتب لنا سؤال كبير يقول آه ان بالي طبعا نحب إن انه نذكر للمشاهدين الكرام ان البرنامج هو برنامج فقهي وليس عقائدي ف آه مثل هكذا اسئله عقائديه آه ما اقدر اجاوب عليها وانما اجاوب انا فقط على المسائل الشرعيه اكو برامج اخرى عندنا عقائديه ممكن طرح هذه الاسئله عليهم اما احنا يعني الان في البرنامج فقط الاسئله الفرعيه بلي الحكم الشرعي انا بينه مثلا هذا السؤال للاخ معروف اسمه يقول استعمل في عملي الحبر والصبغ وعند الغسل صليت عند إكمالي وجدت نقطة صمغ صغيرة على أظفري كبيرة وحبر على إيدي بعد إكمال الصلاة إذا كان بعد الوقت موجود يعني مال الصلاة كأن مثلا صليت إنت الظهر وبعد بأول الوقت صليت وبعدين اكتشفت أن هذا حبر أو صمغ يمنع من وصول الماء إلى البشرة حين ذاك لازم تروح تتوضا وتعيد هذه الصلاه. اما اذا فات الوقت لا ما يحتاج الى ان تعيد الصلاه. اكو سؤال اخر، سؤال ثالث هو يقول انا كنت في عمر تحت ال 16 ومتقطع في الصلاه. كيف اقضي من عمر 16 الى تحت؟ زين بالنسبه اذا اذا كان السائل ذكر انا ما اعرف انه ذكر او انثى بس الظاهر ذكر انه البلوغ يكون بعد يعني اكو علامات لبلوغ الذكر وهي مو بالسنين كما الانثى، الانثى تسع سنين بلغت تسع سنين هلاليه ودخلت في العاشره صارت بالغ انتهت المساله، صار الصلاه والصوم عليها شنو؟ واجب اما الذكر لا لازم يكون أكو علامات مثلا الاحتلام علامة أه ظهور الشعر الخشن على العانة علامة أه الصوت مثلا يكون أه جهوري خشن مثلا في الصوت هذه علامة إذا ذني كل العلامات مثلا صار بهن اشتباه يقولون قالوا العلماء 14 سنة أو ودخل في الخامسة عشرة فاذا يقول انا عمري 16 يعني من ال 14 سنه الى 16 في السنتين يقضي هاي السنتين عما في ذمته من صلاه ومن صيام الصلاه شلون يقضيها اما ويا صلاته الاعتياديه يصلي واما لا يعقد مجلس صلاه يعني يخلي سجاده ياذن ويقيم يؤذن مره واحده لمجلس الصلاه ثم يقيم لكل صلاه يؤديها الى ان ينتهي مثلا يتعب مثلا او ينتهي يقول هاي مثلا انا صليت في خمس ايام. هاي الخمس ايام صلاها كتبها قيدها في ورقه ثم بعد ذلك من يعقد مجلس صلاه ثاني هم يكتب الى حين ان تنتهي السنه او السنتين اللي في ذمته قضاء هاي طريقة وطريقة أنه يصلي صلاة القضاء مع صلاة الأدائية يعني يصلي الصبح يصلي صلاة صلاة الصبح ثانية قضاء وهكذا يصلي الظهر يصلي الظهر قضائية العصر عصر قضائية وهكذا المغرب وراء أيضا المغرب وهكذا العشاء نفس الشيء بهذه الطريقة يكون يخلص الـ ما عندنا وقت لكن ناخذ هذا السؤال هل يجوز وضع المكياج امام شخص يتقدم لخطبتها؟ لا نعم اذا كان يريد مثلا يتزوج يدخل يريد يشوف وضع المكياج قد يكون يدخل في التدليس وهذا غير جائز ما بقى عندنا وقت لاخذ باقي الاسئله نحب ان نشكر الداعمين والمساهمين والمتبرعين لقناه الامام الحسين عليه السلام الفضائيه نلتقيكم ان شاء الله يوم الاربعاء القادم بنفس هذا التوقيت الى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته